عبرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن الحزن والأسف الشديدين للأرواح التي أزهقت ودماء التي سالت أمس في العاصمة صنعاء في مواجهات العنف التي اندلعت على نحو ينذر بمخاطر كبيرة. وقالت الأمانة العامة للحزب في بيان صادر عن اجتماعها إن ما حدث يعيد إلى الأذهان التحذيرات التي أطلقها الحزب في ندائه السابق الذي طالب فيه الجميع بالتوقف بموضوعية ومسؤولية أمام كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية والعمل على تطويق كافة التداعيات. ودعت أمانة الاشتراكي إلى التوقف عن التنابذ والشحن الإعلامي غير المسؤول، مشددة على عدم المساس بالعمل السلمي سواء بالقمع أو بالتصعيد غير المسؤول، موضحة أن قضايا الخلاف المعلنة قابلة للحل وليست بتلك الدرجة من التعقيد ليشهر اليمنيون السلاح في وجه بعضهم البعض، مؤكدة أن تلك الخلافات لا تستحق أن تسفك قطرة دم زكية أو تزهق أي روح من أبناء شعبنا العظيم من أجلها.